أيها الأخوة المؤمنون، القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد إمام غريب، قارئ القرآن الكريم والمقيم بسنتريس مركز أشبون محافظة المنوفية. ندعو الله عز وجل له بالتجلي والتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. Boom, boom, boom.
العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق السماء وما بينهما إلا بالحق. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق السماء ولا تحزن عليهم
كما أنزلنا المقدسين الذين فوربك لنسألنهم أجمعين
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الذين يجعلون مع الله إلها فسوف الذين يجعلون مع الله إلها فسوف يعلمون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
خلق السماوات والأرض بالحق جلالا وعلا
صدق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عشنا لحظات مع نور الإيمان وتلا على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد إمام غريب قارئ القرآن الكريم والمقيم بسنتريز مركز أشمون محافظة المنوفية. كان معكم بفضل وبتوفيق من عند الله عز وجل الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية الكاشفة الحديثة وكسر من قصور الضيافة المتنقل بدارة البشمهندس أحمد جاسر الأعرج والبشمهندس محمد سالم طبوشة المقيمين بطليا. أيها السادة تقبل الله عزاكم وشكر الله سعيكم جميعا.